وفرق بين الحكم والقضاء، أي فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر وفي هذا الدعاء، وهو الدعاء المعروف الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد، وعند ابن حبان والطبراني في الكبير، وعند أبي يعلى والبزار في مسنده وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن أو حزن. الحزن الشدة، والحزن معروف، الحزن ضد الفرح. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الذكر. فقوله صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قال: وفرق بين الحكم والقضاء. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم، ماض في حكمك، جعل المضاء ماض للحكم، والعدل للقضاء، عدل في قضاؤك. طيب، الحكم في حكم شرعي وفي حكم كوني. الحكم الشرعي معروف: الحلال، الحرام، الواجب، المستحب، المباح، خمسة أحكام، يعني في أشياء الله حكم إنها حرام، وفي أشياء حكم إنها واجبة، وفي أشياء حكم إنها مباحة إلى آخره، وأشياء مستحبة وأشياء مكروهة. طيب، وفي حكم كوني، حكم كوني، أن فلانا يموت، هذا في حكم الله سبحانه وتعالى، أن فلانا يموت في الزمن المعين، في الأجل المعين، وأن فلانا يصاب بمرض، ابتلاءات، فأحكام كونية هذه بعضها، وأحكام شرعية سبق ذكرها. الله سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الإنسان: فاصبر لحكم ربك. لما نجي الحكم انت تصبر، سواء كان هذا الحكم شرعيا او كونيا. لو حكم شرعي انت محتاج تتعلمه وتداير صبر، وبعد تتعلم الحكم الشرعي تعمل به، تداير صبر. شكا رب العزة والجلال قال: والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت الحكم الشرعي ده كونه تتعلمه دي دائرة صبر، تقعد تتعلم، وبعد تتعلم تعمل به، تعمل بالعلم. يعني لما نقول لك الشيء ده حرام، وأنت داير الشيء الحرام ده، أنت دايره، والله يقول لك الشيء ده حرام، فأنت محتاج لصبر عشان تجاهد نفسك ما تقع في الحرام وتقوم بحكم الله سبحانه وتعالى. وفي حكم كوني، لما الله يبتليك بمرض بعد ديت برضو دار صبر، محتاج تصبر. طيب، قال: فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. وبينا المقصود بالحكم الشرعي والمقصود بالحكم الكوني. قال: والنوعان، الحكم الشرعي حلال حرام إلى آخره، والحكم القدري، الحكم القدري الكوني كالابتلاءات. قال: والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، نافذان في العبد ماضيان فيه، يعني يقول لك حكم الله نافذ فينا. طيب، قال: وهو مقهور تحت الحكمين،
العبد مقهور تحت الحكمين، قال تعالى: وهو القاهر فوق عبادي، فهو فوق عبادي بكل أنواع الفوقية، فهو فوق العباد وهو عال عليهم علو القدر، علو القدر المنزلة، وعلو القهر وعلو الذات، هو عال سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. قال: وهو مقهور تحت الحكمين، أي هذا العبد مقهور تحت الحكمين، الحكم الشرعي والحكم الكوني. قد مضيا، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الدين الشرعي فقد يخالفه. الحكم الكوني، الله قدر عليك شيء ما بتقدر تخالف الشيء، الله قدره الشيء ده بقى، لكن الحكم الشرعي ممكن الله يحكم انه الشيء ده حرام وانت تخالف تقوم تقع في الحرام، ممكن تجاهد نفسك وتقوم بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب، نحن المسألة دي عشان تبقى واضحة، في محاضرة قيمة جدا لابن عثيمين رحمه الله تعالى اسمها القضاء والقدر. أول شيء قال القضاء في تفصيلين، التفصيل الأول أن القضاء على قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء على قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وقضى ألا تعبدوا إلا إياه، ده القضاء الشرعي. والقضاء الكوني كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. القضاء الشرعي الله بحبه، القضاء الشرعي الله بحبه عشان كذي شرعه. والقضاء الكوني قضى الله به لحكمته سبحانه وتعالى ولعلمه ولتدبيره، لكن أحيانا لا يحبه، لأنه قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. الله قضى كونيا إنه النازل بيفسدوا، مع إنه الله قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: والله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، كما في سورة البقرة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب شنو؟ الفساد. الله ما بحب الفساد، لكن قضى كونيا أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض شنو؟ مرتين في موضع معين. القضاء الكوني لا بد من وقوعه، القضاء الكوني هل بيقضي إنه أشهد رب العزة والجلال يقضي بهذا الفعل وبهذا القول وبهذا الشيء، يقضي أن فلانا يقول هذا القول يقدره ويقضي به، فإن هذا القضاء سيقع لا محالة، وهذا دليل على قوة الله سبحانه وتعالى. أما القضاء الشرعي فقد يقع من بعض الناس ولا يقع من الآخرين، يعني الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في ناس ما بيعبدوا إلا الله، ديل قاموا بالقضاء ده، وفي ناس بيعبدوا الله وبيعبدوا غير الله، ديل خالفوا القضاء ولا ما خالفوا؟ خالفوا. طيب،
فإذا قام العبد بالقضاء الشرعي فإنه يجمع بين القضاءين. من يقوم بالقضاء الشرعي وحد الله من ناحية شرعية قام بالقضاء، ومن ناحية كونية الله قدر إنه الزول ليكون موحد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرفت المسألة؟ طيب، التفصيل الثاني ذكر ابن عثيمين رحمه الله قال القضاء والقدر مرات بجم بمعنى واحد ومرات بيختلفا. انت ركز في الكلام ده، هو كلام واضح ما محتاج شيء كثير، لكن برضو الناس تركز فيه. يعني قال القضاء والقدر زي الإسلام والإيمان، إذا تفرقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا في جملة واحدة تفرقا في المعنى. لما يقولوا فلان مسلم، بعد يومين ثلاثة قالوا فلان مؤمن، المعنى واحد، زول ده مسلم ومؤمن، اللي هو إنه زول قام بالدين ظاهرا وباطنا. ما يقول لك فلان مسلم، بعد يومين ثلاثة قال لك الزول ده مؤمن، المعنى واحد. لكن لما يقول في جملة واحدة هذا مسلم مؤمن، بيكون الإسلام المقصود به الظاهر، والإيمان المقصود به شنو؟ الباطن. القضاء والقدر نفس الشيء، جزول ماشي في الطريق وقع رجل انكسرت، جاء واحد ماشي قال هذا قضاء الله، الثاني جاء ماشي قال هذا قدر الله، المعنى واحد، انه الزول لا الله قدر رجله تنكسر وانكسرت. لكن لو جاء واحد ثالث قال هذا قدر الله وقضاؤه، المعنى اختلف. قال ابن عثيمين فيكون القدر التقدير السابق، والقضاء حدوث هذا القدر. يعني الله قدر، كتب في اللوح المحفوظ وقدر انه فلان ده رجله بتنكسر، القدر نافذ والقدر ده كتب، لكن لسه ما حصل القضاء، لكن هو مقدر. بعد ذاك الزول ده رجله انكسرت، هذا قضاء الله. يبقى القضاء بيجي بعد شنو؟ بعد القدر، بعد التقدير. هذا إذا تفرق، إذا اجتمعا في جملة واحدة. نحن هسه كلامنا عن القضاء. قال ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، القضاء ده بمعنى الإتمام والإكمال، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال عدل في قضاؤك. يعني يا الله إنت لما تقضي علي بقضاء، سواء كانت عقوبة أو رحمة أو خير أو ابتلاء، فأنت عدل في هذا القضاء، أنت عدل في هذا القضاء، وسواء جعلتني فقيرا أو غنيا أو إلى آخره، فأنت عدل في هذا القضاء. عدل في قضاؤك، قضاؤك في عدل، ليس فيه جور ولا ظلم، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه، هذا عدل منك يا الله في هذا العبد. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه. فإذا قام العبد بطاعة الله تعالى فإنه قام بالحكمين، الحكم الشرعي والحكم الكوني، وهو بمعنى القضاء.
فإن لم يرد الله تعالى كونيا أن يطيعه فلان فإن الحكم الكوني يقوم والحكم الشرعي لا ينفذ. ما في نفرين، واحد مطيع واحد عاصي. المطيع ده ما أطاع الله إلا بتقدير الله، إلا بتقدير الله له. الله قدر لي إنه يطيع الله واحد، والله شرع له الطاعة، فهو كونه أطاع الله جمع بين الأمرين، بينما قدره الله له وهذا الحكم الكوني، وبين أنه أطاع الله فقام بالحكم الشرعي. الرجل الثاني خالف أمر الله فعصى الله، قدر الله عليه المعصية فقام بالحكم الكوني، ولكن الله حرم عليه المعصية فخالف الحكم شنو؟ الشرعي. طيب، قال فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه. ده هنا الكلام عن الحكم الكوني، كلام هنا عن الحكم والقضاء الكوني. وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. هذه التمرات تقعد تدبر لك شيء، تدبره دار ابن عمارة، وتقعد وبتكلف كذي وبتعمل كذي، خلاص وقدرت أشياء كلها قدرتها، يحصل لك قدر العمارة دي ما تقدر تبنيها، يجيك مرض يشيل قروشك، يجي حرامي، المهم الشيء اللي تقدرته ما بتقدر تمضيه. لكن الله تعالى إذا قدر شيئا وقضاه كونيا فإنه يمضي هذا القضاء، فله القضاء وله الإمضاء سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. قوله عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده، جميع ما قضاه في عبده، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز، يعاقب فلانا ويتجاوز أحيانا سبحانه وتعالى، وغير ذلك. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد، كل ما يقضي أي الله تعالى على العبد فهو عدل فيه، لم يظلمه. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في الفتاوى في المجلد الأول، قال والمصائب سببها الذنوب، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الآخر كتاب الداء والدواء، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم أذاقنا الله بعض الذي عملنا، ولو أذاقنا جميع الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني الابتلاءات دي بسبب المصائب، فلما الله يقضي عليك ابتلاء
الله عدل ما ظلمك، انت وقعت في ذنب والله ابتلاك سبحانه وتعالى. ومرات بيكون الابتلاء لرفعة الدرجات، برضو ما ظلمك، يكون ما عندك ذنب تبت واي شيء، لكن الله داير يرفع شنو درجتك، كما في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، إن الله لا يكتب للعبد المنزلة لا يدركها بعمله فيبتليه، أي حتى يدرك هذه المنزلة. فالابتلاء بيرفع الدرجات، والله كاتب لك منزلة كبيرة وإنت نوام ما بتصلي بالليل، واو بعدين ما ميم عبادتك ناقصة، عبادتك المستحبة، فالله بيبتليك عشان يرفعك، برضو خير لك، أصله ما ظلم ذل، ما ظلم سبحانه وتعالى. فإن قيل يلا في شبهة، الشبهة دي عند الناس كتار جدا، الشيطان بلقيها في صدور الكثيرين، قال فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، الله قدر المعصية، أها، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر، يعني كونوا تقولوا لنا الله ابتلى فلانا لأنه وقع في معصية، كونوا يعاقبوا ده عدل ما مشكلة وما وقع في المعصية، لكن السؤال ليه قضى عليه المعصية دي إنه يعملها من البداية؟ ده السؤال هنا، وده سؤال يتبادر إلى الكثيرين. وإن كان الله تعالى قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الله سبحانه وتعالى ما ترك الناس في حيرة وما ترك لهم شبهة، ما ترك لهم شبهة، وإنما بين لهم الصراط المستقيم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله، من أجل هذا السؤال، يعني يقول لك ليالله قدر ليقع في المعصية، أيوة يلا جوا السؤال، الجواب على الكلام ده يطول، لكنه بيذكر الأجوبة إن شاء الله تعالى ونحن نقف معها. قال زعم الطائفة، يعني في قول لطائفة، زعم الطائفة أن العدل هو المقدور، يعني أي شيء الله قدره ده عدل، دي مسألة. طيب، والظلم ممتنع لذاته، الظلم ما بقع، قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. الظلم يعني دي طاقتي حقتي أنا، كونه شلت رميت في الواطة وسخت بعد شوية قطعت، ده ما ظلم لأنه دي طاقتي حقتي، لكن لو شلت طاقة عمنا أحمد ولا عمنا سعد ولا كذي وشلتها جدعتها وجيت قطعتها، ده ظلم لأنه أنا شلت حقت منه حقت غيري، ده سؤال، دي مسألة. فيقال العبد من الذي خلقه؟ الله تعالى، العبد ده خلقه منه الله، كونه الله يعذبه يكسره يخليه ما هو حقه، خلقه صح ولا ما صح؟ لكن لو في خالق خلق بشر والله قال له احكم بيناتهم، وهذا الكلام لا يحدث، فعذب هذا او كتب عليه ذنبا وهو لم يفعله ابتداء، فهذا يقال شنو؟ ظلم، لانه ده ما حقه. لكن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في خلقه، ولا مثيل له، ولا خالق غيره سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، وطالما هن
من ملك الله يفعل فيهم ما شاء، ده ما ظلم اصلا. فدي نقطة ذكرها طائفة من الطوائف. قال: وقال الطائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ديل طبعا لخبطوا، أنا آسف أذكر لك كلام وشوفوا اللخبطة، أنت ركز بس، ركز في الكلام. قال: وقال الطائفة، يلا ركز في كلامه: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب، طالما أنتم مقرين إنه الزول لما نعمل ذنب والله يعاقبه، الكلام ده كويس؟ كويس أي وعدل؟ أي تمام. علم أنه ليس بقضائه وقدره، ديل جو الموضوع جو شنو؟ يعدلوا لكنهم ضلوا شوية، ضلوا شديد مو شوية. قالوا: طالما الله عدل في إنه يعاقب العاصي، يبقى أصلا هو ما قدر إنه يعصي، ديل ضلوا في الجانب الثاني اللي نفوا القضاء والقدر ابتداء إنه الله ما قدر على العبد المعصي، نفوه. قال: فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الطائفة دي، على هؤلاء القوم، الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. قالوا: الزول اللي بيقول في قدر ما بيقدر يقول في عدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر. كان قال في عدل معناه بينفي شنو؟ القدر. كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، ذيل بعض الطوائف ذيل قالوا: كان قلنا نوحد الله، أي كمان ما بنقدر نثبت صفاته، كيف نقول الله واحد سبحانه وتعالى؟ ونقول من صفات الله أنه سميع بصير، ونقول المخلوق بيسمع ويبصر، والإنسان سميع وبصير. فقالوا: عشان نثبت التوحيد لله نقوم نقول الله لا بيسمع لا بيبصر، لأنه قلنا بيسمع وبيبصر معناه شنو؟ معناه جعلناه زي المخلوق. قالوا كذي، الناس دي كلهم لخبطوا، شفت المسائل دي لخبطوا فيها. والجواب: أنك تثبت الصفة وتنفي المماثلة. يقول لك: فلان ده عمره 20 سنة بيسمع، وفلان ده عمره 90 سنة بيسمع، لكن ده سمعه أبو 20 أقوى من سمع منه أبو 100 وأبو 90، ذاك أطرش لا ما أطرش لكن سمعه ناقص، وده سامع ده بيسمع لكن سمعه شنو؟ قوي تام. فالإنسان بيسمع لكن لو يتكلموا 10 أنفار إلا يسكت 9 ويسمع 1، والله بيسمع ولو يتكلموا 1,000,000 بيميز أصواتهم كلها، عرفتها؟ فتثبت الصفة لله على ما يليق بكماله، وتثبت الصفة للمخلوق على ما يليق بشنو؟ بنقصه. هسي مش الإنسان حي لكن حياته مسبوقة بعدم، قبليه ما كان شيء، ألا تاع الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبيجي يوم الإنسان بيموت في الدنيا دي، بينتهي في الدنيا يعني، كل من عليها فان. واسي حي والله حي لكن حياته هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر
ليس بعده شنو؟ شيء. فتثبت الصفة لله على كماله، وتثبت مع كمال الصفة لكمال الله سبحانه وتعالى، والصفة للمخلوق الثابتة على نقصه مع نقصها هي هذه الصفة. وذلك طبعا عاينوا كذا قالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي نقول كذا الله صفة كذا والمخلوق نفس الاسم، شغلة دي ما بتجي، ما قدروا يميزوا بين صفة الخالق وصفة المخلوق، عشان كذا قالوا التوحيد ما بيتلمى مع الصفات، نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، عطلوا الصفات. وهنا قالوا لو قلنا الله عادل في العقوبة كذب ننفي القدر، جهلة. انت ممكن تجمع بيناتنا الاثنين هسي بوريك الجمع. فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. طيب نحن مشكلة التوحيد والصفات دي تكلمنا فيها، نجي نشوف مشكلة العدل مع القدر، هي ما في مشكلة، لكن مشكلة عندهم هون. قال وأما أهل السنة، أهل السنة ديل ما تقول أنصار سنة، الدين ما حق أنصار سنة ولا تبقى أنصار سنة، أبقى بس مسلم مستقيم، لا تبقى أنصار سنة، لا صوفي، لا أخو مسلم، لا حزب تحرير، لا سروري، لا أي جماعة، أبقى شنو؟ مسلم مستقيم. لكن لما نقول لك أهل السنة مش معناه جماعة ديل مركز عام وإصلاح وديل، ديل خالفوا السنة، هو أهل السنة يعني الزول المستقيم وبدافع عن السنة. معليش يا معتز، معتز ده قال لي ما تجيب اسماء الناس وكذي، معليش يا معتز، لكن الموضوع ده ما دار تفصيل، انا ما دار اجيب اسم زول، لكن انا ما خايف الناس يقول لك انتوا جريتوا الناس لكم، احنا ما تابعين لزول. السنة دي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما نقول اهل السنة يعني المسلم الذي يدافع عن السنة والذي يقوم بشنو؟ بالسنة، مش الجماعة ديل جماعة معينة. قال وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين اللي هو للعدل والقدر، ركز فين كويس، والظلم عندهم، الظلم هو شنو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، تقول غير الله بيعلم الغيب، دي صفة من صفات الله وضعتها في غير موضعها، اللي قلت الصفة دي لفلان ده ظلم، تنادي غير الله، الدعاء عبادة، لما بدل تنادي الله تقوم تنادي غير الله، خطيت العبادة دي في غير شنو؟ موضعها. عشان كده الله قال إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم أحيانا يأتي بمعنى النقص، بمعنى النقص كما في سورة الكهف. طيب كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، تعذيب المطيع ومن لا ذنب له ده ظلم، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما يعني أن توضع سيئات فلان في صحيفته وفي ميزانه، ده الظلم، ولا يخاف ظلما ولا هضما، الهضم أن تهضم حسناته، يعني ما يدو أجر على شنو؟ حسنات. ده الله نزه عنه نفسه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وإن أضل من شاء، وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، ده عدل محض، محض يعني كامل، كونه يضل فلانا ويجعله يعمل المعصية ده عدل كامل. ليه؟
لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، يعني الزول ده أصلا هو من بداية شر، فالله كتب له الشر لعلمه السابق سبحانه وتعالى. كيف ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، سداد وصواب وحق. زي زول أستاذ، لله المثل الأعلى، أستاذ يعاين للطلبة يقول لهم إبراهيم ده بيجي الأول، بيقول كلهم في سنة سادسة، يقول لهم إبراهيم ده بيجي الأول والسنة الجاية بنلقى في سابعة إن شاء الله، والرفاعي ده بيجي آخر الفصل والمواد كلها بيسقط فيها وبنجي نلقى فيه سادسة. الكلام ده قالوا قبل الامتحانات، قالوا كذي، وقال لهم كلامي ده بتتذكروه، نكتب لكم في ورقة، كتب أدى لهم. جاءت الامتحانات والناس كلهم امتحنوا، إبراهيم امتحن والرفاعي امتحن والناس امتحنوا، لو شال الامتحانات بس قفلها كذي وجبس من طرف قال ده الأول وذاك الطيش ده ظلم، لكن جو صحح الامتحانات لقى فعلا الزول المجتهد ده صح صح تمام قفل المواد، ولقى ذاك فعلا شنو لقاه برضه مخطئ، قام جاء زاع النتيجة قال لهم ده الأول وذاك الطيش وده بيمش سابع وده بيقعد في ساتة، كلامي صح ولا ما صح يا ناس؟ صح. هل في زول بيقول له الكتاب اللي كتبت هذيك ظلم؟ ما بقول له ليه كتبها؟ لأنه أستاذ عارف الفصل، عارف ده بجاوب وده ما بجاوب، عشان كذي كتب بشنو؟ بعلمه المسبق. فلله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء قبل وقوعه، علم أن فلانا ليس من أهل الخير، لا يكون من أهل الخير أصلا، فكتب عليه الشقاوة ولم يعذبه بمجرد الكتابة، وإنما تركه حتى وقع في المعاصي ثم عذبه، فكانت عقوبته عدلا، وكان قدره وقضاؤه دليلا على كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال قوته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال وهو سبحانه قد أوضح السبل، بيّن للناس الطرق، ده طريق الحق وده طريق الباطل ودي طرق الضلال، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل، أي علة أزاحها، ما ترك للناس شبهة، ومكن من أسباب الهداية والطاعة، أدى الزول أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية. في ناس وفقوا، يعني الله سبحانه وتعالى لو ترك الناس لقدرتهم لهلكوا جميعا، الله بس لو خلقهم ورسل لهم الرسل قال لهم يلا اعملوا الصالحات وخلاهم تركوا، كان كلهم بيضلوا وكان كلهم بتغلبنا العبادة، لكن في ناس وفقوا وفي ناس خلاهم، الوفقون ديل اشكروا الله، والخلاون ما خلاون يعني ما ظلموا، لكن خلاهم ما وفقون انت بعد ما، عشان كذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن شنو الا نفسه. اصلا الناس النجو ديل نجوا برحمه الله وبتوفيقه، والهلك الله ما ظلم، خلق وداهم سمع
وبصر وقوة، رسل لهم الرسل، أداهم بيوت وأداهم أموال ووراهم الطريق. هذا المسجد وهذاك محل المعاصي، وهذه محل الخير وديك محل الشر، وقال لهم أعملوا الخير وأداهم فترة من الزمن ويفتح لهم الباب وباب التوبة مفتوح، بعد داب أبوه يعملوا إنها تاني شنو. قال وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه هذا الموفق، فهذا فضله، ده فضله سبحانه وتعالى. وإلا العدل إنه يخليه بس يعمل العمل الصالح، لكن كونه وفقه للعمل هذا من فضله سبحانه وتعالى، ليس من مجرد العدل، وإنما هو من الفضل فوق العدل. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، ناس خذل، وخلى بينه وبين نفسه، خلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله، ما حرم العدل، أداء أسباب الهداية، القوة والجسد والإلى آخره، والسمع البصر الفؤاد، ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه، نواعرض عن الله سبحانه وتعالى، وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه، آثر عدو الله وهو الشيطان، آثره على ربه، بدل أن يؤثر ربه على عدوه الشيطان آثر عدوه على ربه في الطاعة والموافقة عليه، يطيع الشيطان ويوافقه كذلك، وتناسى ذكره وشكره، ذكر الله وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه، ويتخلى عنه. والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء، لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، ناس ما عارفين قدر النعمة دي، وديل أكثر الناس الليلة من يشكروا الله ما بيشكروا على نعمة الدين، زولت تلقى فرحان تقول لك كيف، يقول لك الحمد لله والله متكيف جدا، مالك؟ لا يقول لك غيرت العربية، لا دي كانت تعباني، غبار بيجي بيتي حد وناي، هسه الله اداني وحدي جديد الحمد لله كيف جدا، يا زول مالك فرحان كذا، يقول لك عربية غيرتها، والثاني يقول لك الله اتزوجته في الزمن ده كله مصايب، الله زوجني، ما لقينا زول فرحان كذا، قلت له مالك؟ يقول لك الحمد لله والله انا موحد والحمد لله نعمة كبيرة، وده اكبر نعمة توحيد والاستقامة والدين. أكثر الناس ما بيشكروا الله على النعمة دي، أكثر الناس، وإلى الله المشتكى. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دي أعظم نعمة أشكر الله عليها. قال لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه، على هذا الإنعام وعلى هذا القدر، القدر، ولا يثني عليه بها، لا يثني على الله بهذه النعمة، ولا يحبه فلا يشاؤه له، فلا يشاؤها له، فلا يشاؤها له، مش في نسختك مكتوبة كذي، فلا يشاؤها، هاي نعم، هاي اللي هي الهداية له لهذا العبد غير الموفق، لعدم صلاحية محله، لأنه قلبه ده وهو ما أصلا ما يصلح للهداية، لأنه ما بيشكر الله سبحانه وتعالى ولا يعرف قدر هذه النعمة. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين،
الذين يشكرون الله على نعمة التوحيد والهداية والاستقامة. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، محض يعني كامل يعني، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل، الحية تقتل، وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه، وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. الزول قل له اقتل العقرب دي، ما بقول لك ده ظلم، خلقها الله يا أخي، ما بنقتله، اقتله، خلقها الله وهو يقتله، والله قدر عليه ذاك المعصية ويعاقبه عليها، زي ما انت الله خلق العقرب بتقتله وقدر عليها وكتب لك وشرع لك أن تقتلها. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. هنا في التحقيق قال يعني كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وشوف الكلام ده، الكلام لما يزيد من النصوص، الكلام لما يزيد من النصوص السبب فيه ظهور أهل البدع وظهور أهل الشبهات، وإلا فإن كثيرا من المسلمين خرجوا من هذه الدنيا، وما أكثر الكلام في هذه المسائل، وخرجوا وهم من أصح الناس عقيدة في هذا الباب القضاء والقدر. هذا الكثير من الناس تلقى زول كبير في السن وتلقى عقيدته صحيحة، تقول له اسمع كذا تكلمنا في القضاء والقدر، يقول والله الله كتب أي شيء وعلم كل شيء وشاءه وخلقه والشيء ده كله في اللوحة المحفوظ، وأي شيء بيجي من الله خير، والله ما بيظلم، انتهى الموضوع دقيقتين بس، وكلامه ده عين العقيدة الصحيحة، ما في كلام كثير. لكن نازل كتر وشغل هسي بعد تقرأ في الفتاوى الجزء الثاني ابن تيمية رحمه الله ويتكلم في الربوبية، مسائل بسيطة توسع فيها. ليه توسع؟ لا توسع في محله، لأن الفلاسفة أكثر من الكلام حول هذا الأمر، رد عليهم، رد على مجموعات من هؤلاء القوم، وسمى أقواما منهم كابن سينا، وسمى الحلاج، ذاك عنده فلسفة ثانية لكن كله لخبطة اتحادية وكذي، فالمهم رد عليهم، فديل كتروا الكلام القوة والموجب وما الكذي وإلى آخره، يقوم يفصل الكلمات دي ويفندها، يقول أرادوا كذا وسبب هذا أنهم فهموا كذا، ويقوم يفند لهم قواعد دي واحد واحد، كما قيل في مقدمة هذه الفتاوى علم منهج الفلاسفة وأتقنه أكثر منهم ثم رد عليه رحمه الله تعالى. فالدين ده أصلا ميسر، الدين ميسر، لكن المصنفات كترت لأن أهل البدع كل مرة بجيبوا حاجة جديدة، شبهة جديدة، تقوم أنت تضطر ترد ترد وتفصل وهذا الوجه وكذي إلى آخره، والرد عليهم من 20 وجها ومن 30 وجها إلى آخره، كلام يطول. شوف ناس جو من جهة اليمن سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن أول الأمر، قالوا سألوا عن أول الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء معه، يعني أول شيء الله سبحانه وتعالى، ثم خلق الله الخلق، خلق العرش والقلم، وخلاف العلماء الأول ياتوا بعد ذاك العرش هو ثم القلم، المهم بعد ذاك شنو التفصيلات، وخلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض،
هسه تجي تناقش المسألة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب في سطر بس أو سطر ونص، كان الله ولم يكن شيء معه. هسه يجي يقول لك انتوا تقولوا الرحمن على العرش استوى، ها قبل العرش الله وين؟ تقول لك كان الله ولم يكن شيء معه، يقول لك لا. والسماوات كيف؟ والسبع سماوات والأرض، ويجيب لك شبهات ويبدأ يجيب لك شبهات، مع أن الدين في أول الأمر كان ميسرا، لكن الذي أكثره وعقده أهل البدع والأهواء. الناس كل مرة يجيبوا شنو؟ قواعد جديدة وأشياء وبدع، نسأل الله العافية. فالدين ده بسيط ميسر لمن يسره الله تعالى. أيوة دين عظيم، لكن دين واضح. وحد الله، نادي الله، استغيث بالله، ألجأ إلى الله، داير أي شيء أرفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. كلام سهل، كلام ميسر. يقوموا يجيبوا لك أشياء وشبه وكذا، وقال فلان والأثر الفلاني ولكن فلان كذا، تضطر تألف كتاب. ثاني واحد يجيب شبه أكثر، كتابين 10 مجلدات 20 مجلد 30 40 50 إلى آخره. كله عشان كذا الزمن ده قدر ما يطول الدين الناس لقدام، كان ما رجعوا للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة بيدعبوا. هالزول تخش بيته تلقى مكتبة مالية الصالون كله. الصحابة قروا الكتب دي جد؟ ما قروا. انت اعلم بالدين منهم؟ ما اعلم. ها في شنو؟ والله يا اخي بس هون ديلك كانوا واضحين وكانوا على الحق، وما كانوا بيختلفوا على الأنبياء والرسل. الحق كذا بقولوا سمعنا واطعنا، لكن احنا إلا يقول لك لا بس أغنعني بس فهمني، تفهموا بيجا يقول لك لا برضو ما تاني جيب لي حاجة، ثالث رابع عاشر 20 30 مصنفات وكتب، وإلى الله المشتكى. طيب قال والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده. القدرية ذي اللي بيسمع اسمهم بيقول بيثبتوا القدر، هم ضد القدر، يقولوا ما في قدر، نفوا القدر. بس قالوا شدة الناس بتمشي وبتجي وبتعمل، بعد ذاك الله بحاسبهم يوم القيامة، لكن ما في حاجة اسمها قضاء وقدر. وهؤلاء وهذا كفر أكبر، وهؤلاء كفار. ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، بعد ذاك لو عندهم شبهات عندهم كذي ناس بأعيانهم دي مسألة ثانية. ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه بقضاء الله وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. بس بيقولوا الله بيأمر وبينها، لكن قضاء وقدر ما في. وعلى الجبرية برضو الكلام ده فيه رد على الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة، ما فائدة. فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته. فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤك، وهذا هو الأول بعينه. الجبرية ديل كمان ضد القدرية، ديل بيقولوا الإنسان طالما ما مخير أي شيء بقدر الله بس ما يلام. تفضل. الله أكبر. الله قال وقوله أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم، ده نوع من التوسل. التوسل من الوسيلة، والوسيلة ما يتوصل به إلى غاية. الزول جائع بيأكل عشان يشبع، غاية الشبع والبعد عن الجوع، دي الغاية بتاعته الهدف، وسيلته الأكل.
دي الوسيلة. انت داير حاجة من الله سبحانه وتعالى، داير نفعا او دفع ضر، اصل الزول بيسأل الله سبحانه وتعالى يا داير لنفع يا الله يدفع عنه ضر ويرفع عنه لو وقع به والضر، بتقوم بتتوسل لله، بتتخذ وسيلة. الوسيلة شنو؟ القربة والعمل الصالح، كما في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وسيلة القربة والطاعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني بتقول يا الله زي ما أنا صليت لك لو الصلاة دي مقبولة عندك أي أديني الشيء الفلاني، توسلت لي الله بشنو؟ بالصلاة بالعمل الصالح. أو تتوسل لله تعالى، تتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، يتوسل إلى الله برحمته من صفات الله سبحانه وتعالى. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي، لأن المادة عمل انقطع ما بيقدر يسأل لك الله في قبره، المادة ما بجوز تناديه من الشرك بالله تعالى، إنه الميت تقول لها فلان أعمل لي الشيء الفلاني ما بجوز، لكن الزول الحي الحاضر مش الغايب، لأنه لو حي وغايب في بلد وإنت في بلد ناديته ده من الشرك بالله تعالى، لأن الله تعالى قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لكن زول حي قلت لي أسأل لي الله، سأل ليك الله، ده توسل صحيح ما في شيء، وكان ده فيه تفصيل لكن ما من الشرك، فيه تفصيل عند العلماء لكن ما من الشرك، وكلام للشافعي رحمه الله. فقوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن إلى آخره، هذا توسل إليه إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه كلها. ما قال أسألك بكل اسم هو لك، بأسمائه كل ما علم العبد منها وما لم يعلم، ما علم منها الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه. توسل ثلاثة أنواع، بأسماء الحسنى وصفات العلى، بالعمل الصالح، بدعاء الرجل الحي. أحب هذه الوسائل قال التوسل إليه بأسماء الحسنى، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه، التي هي مدلول أسمائه من الصفات والأفعال. تقول الرحمن دل على صفة الرحمة، ودل على أنه سبحانه وتعالى يرحم، فالرحمة صفة له، وإذا رحم فلانا فإنه فعل هذه الرحمة، فالرحمة صفة، وكونه رحم فلانا أي فعل هذا الفعل. فتقول الرحمن، كأنك الرحمن، كأنك تقول الرحمن ذو الرحمة رحم فلانا، فالرحمن اسمه والرحمة صفته، ورحمته لفلان كونه رحمه هذا فعل من أفعاله سبحانه. وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب، به قلبك فيه قسوة أي وفيه مرض وفيه 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 شر، دار تعالج القرآن، أقرأ قرآن كثير ويتدبر وعمل به. وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال أو كصيب من السماء. الأولى قدم الماء، الثانية ذكر الإضاءة، وفي الثانية ذكر المثل الأول الإضاءة والثاني ذكر. قال ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له، الحاصل له للصدر يعني، يسري منه إلى القلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه، أوسع من القلب اللي هو الصدر. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، ذهاب الهم والغم والحزن، ذهاب الحزن والهم والغم إلى آخره، فإنها أحرى أن لا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنية أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك. أنت مهموم وحزين ومغموم، قال لك لو الأشياء دي زالت فالقرآن تاني ما بتجي، الهم والضيق ده تاني ما بيجي طالما أنت ملازم القرآن، ولو زالت بالقرآن. لكن قال لك أنت مهموم مغموم، والغم والحزن والهم ده زال بواحد من الأشياء دي الدنيوية، الولد الزوجة إلى آخره، مهموم ومغموم. مشيت الزوجة اتزوجتها بعد ذاك الهم زحى، بعد فترة تاني بيرجع الهم، لكن بالقرآن تاني ما بيرجع ذا. قال والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. قال والله أعلم، يعني فصل لك الفرق بين الهم والحزن والغم. إن الحزن على الماضي تحزن على أشياء مضت، والغم على شجنه الحاضر، والهم على شجنه المستقبل. دي الفوائد الذكرة شنو حول الحديث، فالناس تحاول تحفظ الذكر ده الذي هو في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره. فإنسان يحاول يحفظه قدر ما يجيه هم وضيق وغم، والدنيا ملانة بالأشياء دي، فيكثر من هذا الذكر، نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.